في نبأنا الأخير، تشهد العلاقات الاقتصادية التركية الصينية في السنوات الأخيرة تناميا متزايدا في ظل تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليسجل 30 مليار دولار عام 2017، مع الأمل برفعه إلى 100 مليار دولار حتى عام 2020. هذه الدينامية التجارية يواكبها الحضور الكبير للشركات الصينية التجارية في تركيا، والتي توفر فرصا هائلة لتعزيز العلاقات بين البلدين. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلتنا من تركيا إيمان ديمرحان. قفزت العلاقات التركية الصينية في السنوات الأخيرة إلى مراحل متطورة على كل الأصعدة، فيما يعد الاقتصاد والتجارة هو العنصر الأقوى لها، حيث تحتل الصين مكانة قوية في منظومة الاقتصاد التركي وذات استقطاب مؤثر فيه. ازدهار السوق الاستهلاكية في تركيا والقرب من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جعلها مقصدا للشركات الصينية الراغبة بالتجارة والاستثمار بين البلدين اللذين يرتبطان بالكثير من المشاريع، أهمها مشروع طريق الحرير الاستراتيجي. ومع توسع الوجود الاقتصادي للصين في العالم ومنطقة شرق البحر المتوسط، تبرز تركيا بمثابة أهم شريك تجاري بحجم 30 مليار دولار لعام 2017. العلاقات الاقتصادية بين الصين وتركيا قديمة، لكنها تحسنت أكثر في عهد الرئيس شي الذي قاد سياسة تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصا الاقتصادية. حجم تجارتنا حاليا مع تركيا 30 مليار دولار، ونعمل على رفعه إلى 100 مليار حتى عام 2020. وجمعيتنا تنشط في حزام اقتصادي لطريق الحرير، وهي مبادرة طموحة من الصين تستهدف تطوير الشراكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول على طول الحزام البري والطريق البحري الذي تعتبر تركيا جزءا منه. والصين تولي أهمية كبرى لتركيا في هذا المشروع العظيم، لأنها تقع في نهاية الطريق البري والبحري. وإذ يلفت رئيس الجمعية زينش إسماعيل إلى النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات التركية الصينية في عهد الرئيس تشي، الذي قام بوضع أسس راسخة مع تركيا لعلاقات متنامية، يشدد على أن السياسة التي ينتهجها الحزب الشيوعي الصيني والقرارات المصرية التي صدرت عن مؤتمراته كانت بمثابة المشعل الذي أضاء درب العلاقات مع تركيا والصين وضخ الحياة في عروقها. في عهد الرئيس شي تم ضخ دماء جديدة في عروق الإصلاحات والتنمية والنهضة، ما ساهم في بناء فضاء واسع من العلاقات مع العالم ومن ضمنهم تركيا التي تضاعف الحجم التجاري معها بقفزات نوعية. القرارات النوعية والاستراتيجية التي صدرت من المؤتمرات الوطنية للحزب الشيوعي الصيني حولت الصين إلى قوية عصرها من كل النواحي، خصوصا الاقتصادية. ذلك أن هم الرئيس شي وحزبه منصب على الإصلاحات والنهضة والتنمية والقضاء على الفساد والمشاريع الاقتصادية التي تأتي بالخير على الشعب الصيني والعالم كله. تجسد الشركة الصينية في تركيا بعملها الدؤوب والتحامها الاقتصادي والودي مع الأتراك صورة ناصعة عن الصين، وصانع رؤيتها الاستراتيجية الرئيس شي الذي وضع الصين على الطريق العالمية وجعلها دولة موازنة اقتصاديا للنظام العالمي. إيمان دمرهان، CGTN العربية، اسطنبول.